نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. نعم نعم، والعدالة وكل شيء. الحمد لله. وتماما. وفيكم بارك. أن واجبا علي أن أقوم بما أراه وما ظهر لي. نعم. ما فيه في العقيدة وفي غيرها. نصحا لله وللمسلمين. هذا واجب ولا شك. نعم. ذلك أن شباب الأمة الآن الشرق والغرب، شباب الإخوان والسروريين، يعني قد جعلوا من منهج السيد قطب بديلا عن المنهج السلفي. لا اله الا الله هي الحاكميه، لا اله الا الله يدعها كبار السروريين بان ما احد فسر لا اله الا السيد قطب هو يفسر بالربوبيه وبالحاكميه وبالاستعلاء والى اخره، جانب عن الربوبيه. ثم وحده الوجود انتم تدينونه بها. اي نعم. ثم الاشتراكيه، ثم القول بخلق القرآن، ثم الطعن في المعجزات، ثم الطعن في أخبار الآحاد، بل المتواترات لا يقبلها في العقيدة. فرأيت شرا مستطيرا لا بد من مقاومته وبيانه. بارك الله فيكم. جزاك الله خير ونفع بكتاباتك. جزاك الله خيرا. وأنا أرجو أن ييسر لي أن أستفيد من قراءتها والإطلاع عليها. ويا شيخنا. نعم. أنت والله أنا أدافع عنك أكثر ما أدافع عن نفسي ورب السماء والأرض. جزاك الله خير وبارك فيك. ولقد والله امتحنت من جهات بسببكم سياسية وغيرها، يعلم الله. نسأل الله الإعانة. نعتبركم إمام السلفية. الله يبارك فيك والله يحفظك يا أخي، هذا حسن ظن منك، وما أنا إلا طالب علم وننشد الحق حيثما كان. يا شيخ بارك الله فيكم، أنا لا يعرف الفضل إلا ذووه. هذا صحيح، وجزاك الله خير وبارك فيك. ماربها. نعم. اثروا في كتبكم وعرفوا المنهج السلفي والاستقامة والتمسك بكتاب السنة والاستدامة إلى آخره بكتبكم. ذلك الفضل من الله، إذا كان شيء من هذا فكله فضل من الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك. وما بكم من نعمة فمن الله. أسأل الله أن يبارك في عمركم. الله يحفظكم يا أخي ويسلمك ويفيد بك الأمة أيضا. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. نحن ما نستغني عن حدبكم على الدعوة السلفية وعلى أهلها الغرباء الآن. لا نزال عليها، عليها نحيا نموت إن شاء الله، وعليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. أنا أرجوكم رجاء خاصة أن تقرأوا هذا الكتاب، خصوصا ما يتعلق بالتكفير وبخلق القرآن وتشير في رسالكم. وجاء يا شيخنا. نسأل الله أن ييسر لي ذلك. ثم تقول كلمة الحق يا شيخ، هؤلاء يأخذون منكم ويأخذون من الشيخ باز برباز يعني كلاما يوجهونه لإفساد الشباب. هذا بارك الله فيك ما ينبغي أن تهتم به كثيرا يا دكتور. أقول هذا ما ينبغي أن تهتم به كثيرا، لأن أهل الباطل قديما يأخذون من كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يأخذون منه ما يؤيدون به كفرهم وضلالهم. فلا غرابة أن يأخذوا مني وممن هو أكبر مني كذا وكذا، فلست عليهم بوكيل. أنا ما أقصد يا شيخ القرآنيين. أنا عارف من تعني. يأتونكم لابسين لباس السلفية. أنا أعرف من تعني بارك الله فيك، أنا أعني من تعني. أنا أعرف ماذا تعني وأعني معك من تعني. وفيك إن شاء الله. الله يبارك يا شيخ. نعم. أنا